السلام عليكم، رمضان كريم عليكم، تقبل الله طاعاتكم. زيارة وزير الخارجية التركية إلى العراق ما وضحت بالبيانات الرسمية عن الكثير من جوانبها. طبعا البيانات اكتفت بالعبارات البروتوكولية المعتادة من مناقشة ملفات مهمة ومتعددة، توطين العلاقات غيرها، لكن ما كشفت المعلومات المتواردة عن الزيارة كان أهم. الحديث يدور أنه تركيا قطعت خطوة مهمة كانت تنتظرها لفترة طويلة للتعاون مع العراق لوقف أنشطة حزب العمال الكردستاني البيكيكي في شمال العراق. تتحدث المصادر عن اتفاق على منطقة عازلة خلال عملية عسكرية تركية مرتقبة للقضاء على الحزب المحظور عراقياً. من جانب آخر تشير المعلومات إلى صفقة ماء وطاقة كجزء من المشاورات الجارية من دون معرفة تفاصيلها. أيضا ملفات سياسية تتعلق بالخلاف في البيت السن المستمر على رئاسة البرلمان. لكن ما الذي حصل عليه العراق من هذه الاتفاقات؟ وهل استثمرت أو استثمرت الحكومة الحاجة التركية لدعمها في حربها ضد حزب العمال في تحقيق اتفاق على الأقل في ملف المياه المعطل؟ وهل ستساهم هذه الزيارة في إيجاد حل لأزمة البرلمان العراقي؟ رحب بكم وبضيوفي الأستاذ وراس المشهداني السياسي المستقل، والأستاذ فاضل أبو رغيف الخبير الأمني، والأستاذ عادل المانع رئيس المرصد الوطني للإعلام. حياكم الله ورمضان كريم عليكم. رمضان كريم عليكم وعلى الجميع. أهلا وسهلا. حياك الله سيد محمد. سيد فاضل حياك الله. حياك الله أبو جاسم. رمضان كريم عليك وعلى العائلة. طول عمرك. يسعدني أنه أشوفك، يعني مو بس أنت، كلهم، بس كل واحد راح أقول له الكليشة من أوصل له. لا مو أنا أكثر واحد، غير علاقتي بك أقوى. أحبك أنا. أنا أقوى واحد علاقتي بك. أقوى من الأستاذ عادل. والجماعه هنا بدا تصنيف القوه والضعف. لا شو تسوي؟ لا اثبات الشيء لا ينفي ما عداه. وهذا الزلمه؟ لا هذا الزلمه غير استوى، هو ايش صار للرجال؟ احنا السنه معزتنا تصير عامه يعني. لا والله تصير اكثر. التقرير موجود. لا السنه تصير معزتهم اكثر بعد. ليش تقعدون؟ هاي اكثر بناء على شوف. ليش تقعدون؟ اي هاي ليش تقعدون مع احد بكرسي واحد؟ لا اخو خلينا وسطتنا وانا الطرفاني. حياكم الله. كل الهلا بيك. حياك الله استاذ وراس. حياك الله استاذ محمد، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى العراقيين جميعا. الله ان شاء الله نسال الله ان يعود عليكم بخير. اهلا ومرحبا، حياك وابقاك. حياك. سيد فاضل، شنو هذا الاتفاق الامني اللي حصل البارحه؟ هو اتفاق مشاورات؟ شنو قضيه منطقه عازله بين تركيا والعراق؟ تركيا عندها عمليه مقبله لقضيه القضاء على حزب العمال الكردستاني. اكو صار اتفاق البارحه، لو شنو القصه؟ يعني هو بدا اولا تحيه طيبه استاذ محمد. حياك الله. وحقيقه انت اينما تحل نحن نمضي معك. انا اتشرف بوجودكم. انت كما نعبر عنه مكين المكان، يعني انت الذي تعطي للمكان زهوه ومكانه. شكرا لحضرتك، ممنون. وايضا فرصه جميله ورائعه ان نلتقي ب استاذنا الكبير استاذ عادل المانع. الله يحفظك. وهو من يعني من ميولات ومن خلفيات ادبيه شعريه فكريه على حد سواء، قد المتلقي ما يعرف عن عادل المانع. وكذلك الزميل والاخ والصديق الحبيب الله يعزك استاذ اراس. الله يعزك دكتور. يعني اولا تركيا دوله جاره وحليفه استراتيجيه شئنا ام ابينا، ودوله متشاطئه وتربطنا رغم الحدود ضئيلة بلحاظ الحدود المترامية الأطراف بيننا وبين الجارة إيران، أو بيننا وبين الجارة الشقيقة أيضا المملكة العربية السعودية،
لكن الحدود تتضاءل نوعا ما مع تركيا بيد انها لا تتجاوز اكثر من 400 كيلومتر، تحدها اكبر معبر وهو معبر ابراهيم الخليل. لكن تركيا هي دوله من دول المنبع الرئيسي في الذي يعني يعطي الى العراق المياه، ودوله تربطنا معها مشتركات كثيره. وتركيا لها ارث تاريخي في العراق وفي دول اخرى. ويعني الحرب العالميه الثانيه وقبلها ايضا حرب يعني السلطان العثماني، كان هناك دور لضعف الامبراطوريه العثمانيه مع بزوغ نجم الامبراطوريه البريطانيه. وهذا حتم علينا سياسه جديده تمخض عنها عده اتفاقات، من بينها اتفاقات تقض مضاجع ذاكرتنا بشيء من الالم، ومنها لا جيده. زين. بعض الاتفاقات اللي ابرمها النظام الاسبق واللي وقعها المدان صدام، يعني كنا نتمنى أن تكون منتهية ومنتفية، والبعض الآخر لا، مع إشراقة العهد الجديد بعد 2003 لا العراق أخذ وضعه وأخذ استقراره رغم المخاطرات والمساجلات التي أصفت بالعراق ما بعد 2003. زين. الاتفاق يوم أمس هو ليس اتفاق، أنا أعتبره هو اجتماع تمهيدي لاجتماع القمة اللي يعني ستكون ما بين أردوغان والسيد السوداني. السيد السوداني أنا أعتبره من أكثر الرؤساء الذي لم يهن ولم يضعف، وبالوقت عينه لم يعطي الدنية في مصالحنا يعني البراغماتية للعراق، بمعنى أنه يشتر المنافع إلى البلاد بطريقة لا تتلم عزة وسيادة وندية السيادة العراقية. زين، هو شنو اللي صار خلال اللي صار الاجتماع اللي صار بين بين وزيري الخارجية العراقي والتركي؟ عدة اتفاقات، من بينها طبعا هي تناولت الشق الصناعي والشق الاقتصادي والتجاري والشق الأمني. زين. الشق الاقتصادي تمخض عنه إقامة اتفاقات استراتيجية. اليوم احنا عندنا يعني اطار استراتيجي جديد، مو كان عندنا اتفاقيه اطار استراتيجي بيننا وبين الامريكان، هسه عندنا اتفاقيه اطار استراتيجي جديده بيننا وبين تركيا. طبعا تركيا الطرف المستفاد المستفيد الاكثر بالمناسبه، راح تقول لي كيف. وسط انهيار الليره اللبنانيه، العراق بينه وبين تركيا تجاره بينيه برايفت، يعني تجاره خاصة تناهز 20 مليار دولار سنويا، وبعض يقول 18 الى 19، بس احنا ناخذ الكيرف الافريج 20 مليار. زين. وطبعا العراق هو الدولة يعني التي دعني أقول لك هي تنعش الإيكونوميك الاقتصاد التركي من خلال هاي التجارة البينية. وبنفس الوقت العراق يعتبر دولة متشاطئة، لا بل هي دولة تنظر إلى تركيا إلى أنها دولة منبع، لذلك هي تتعاطى أيضا بطريقة استدار المنافع. فلذلك هي راح تعقد شراكات ما بين قطاع تطوير رفع مستوى الزراعة، وطبعا جدا سنستفاد من الجانب التركي إذا توأمنا هذه الحالة. لماذا؟ لأن الأتراك سيعون مليا كم حاجة العراق لقضية الإرواء، وإحنا عندنا صار الإرواء الليزري، بالسابق كانت الإرواء يكون بمناطق غير متزنة، فلذلك المياه تضيع. هسه هذا الاتفاق الاقتصادي. أما طبعا هي كثير الصحة طفى على في وسائل الإعلام واختفى في البيانات الرسمية، هو الاتفاق الأمني. الاتفاق الأمني كالتالي. ايه؟ هناك شبه اتفاق، يعني حسب ما قرأته في البيان الصادر المشترك، أنه اعتبار البككة هي تمثل خطرا على العراق وتركيا. زين. العراق ملزم بأن يضبط إيقاع تواجد أي جماعة أجنبية، سواء كان عربية أو أجنبية أو أي قوات أو أي جماعة تتواجد على الأراضي العراقية، ينبغي ضبط إيقاعها ونزع سلاحها. ورغبة العراق بعدم القبول بجعل العراق ساحة أو منطلقة للعدوان على أي دولة، سواء كان دولة متاخمة أو دولة بعيدة أو نائية. زين. لذلك من هذا المنطلق العراق حريص على عدم جعل يعني الأراضي العراقية مسرحا للمناكفة أو أرضا لانطلاق العدوان على أي دولة أخرى. صار اتفاق على منطقة عازلة، وصار سماح للأتراك بأنه يدخلون داخل الأراضي العراقية، لو شنو بالضبط صار؟ الاتفاق اتفاق منطقة عازلة أو اتفاق توغل القوات التركية داخل العراق، هذا الاتفاق العراق قطعا لن يوافق عليه، لم يوافق ولا لا أقول لن. لم يوافق عليه
بأن يكون هناك وما أشيع في وسائل الإعلام والتلفزة ينافي أدوات السيادة. ولا أعتقد أن العراق, بالعكس العراق سبق له أن احتج وتقدم إلى المحافل الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة واستنكر واستهجن واستدعى السفير. وأعتقد أن العراق يعني سيما بعهد الأخ السوداني ماضي باتجاه يعني عدم القبول وعدم الرضا, لا بل الاستياء من أي محاولة لمحاولة دق أسفين أو بسمار ما يتعلق بثلم. هسا أفهم من كلامك أنه الاتفاق صار أنه هو أكو منطقة تحضيري, هاي قمة تحضيرية لمؤتمر الإعلام التركي اليوم لما يتحدث. خليني أروح للأستاذ أوراس وأرجع لحضرتك مرة ثانية. أستاذ أوراس, الإعلام التركي اليوم يتحدث عن اتفاق صار بين الحكومة العراقية وبين الأتراك على إنشاء منطقة عازلة والسماح للأتراك بمهاجمة الحزب الديمقراطي, الحزب العمال الكردستاني في شمال العراق. وهنا يعني أكو قراءات متعددة للموضوع, قراءة منها إيجابية, قراءة منها سلبية, قراءة وين راح يوصلنا هذا الموضوع, شنو برأيك؟ بالبداية تحية لك أستاذ محمد وللأساتذة. يعني التمحور اللقاء اللي حصل ما بين وزير الخارجية التركي والعراقي هو دخله بعدة جوانب, يعني وأهمها الأمني والاقتصادي. الاقتصادي هم تحدثوا يعني بخصوص خط ربط السكك الحديدية اللي هو طريق الحرير, والمحور الآخر اللي هو المحور الأمني أنه السماح لتركيا بحماية حدودها, حماية تركيا من الحزب العمال الكردستاني أو مشاكل اللي يعرضها إلى تركيا. أنا أشوف أنه يعني المسؤولية هي مسؤولية الدولة, والعلاقات الدولية أو المستشارين الدوليين اللي موجودين لدى دولة رئيس الوزراء هم راح يوصلون الرسائل الكافية, لأن إقليم كردستان هو جزء من خارطة العراق, وهذا يحتم على أنه السيد السوداني ما يروح يدخل في غرف التفاوضات مع قيادة الإقليم حتى يوصل الرسائل إلى أردوغان. زين, يعني ممكن هاي القرارات أنه راح ممكن السيد السوداني راح من ضمن الطروحات أنه تدخل أو تكون أكو عسكرة ورفع الإعلام التركي داخل الأراضي العراقية. هذا الموضوع ما أظن, وأنا أأيد الدكتور أنه ما يعني ما مسموح به أنه داخل الأراضي العراقية يكون أكو سلاح آخر, سلاح أجنبي ينفرض أو يروح يدحر. زين, السلاح اللي هو مهدد ممكن يكون مهدد أمنهم أو مهدد. إحنا بالعراق ما عندنا تقشف مسلح, يعني إحنا ممكن أنه أي فصيل مسلح يهدد أمن أي دولة راح تكون عندنا قوات أمنية رسمية موجودة وهويات وارتباطاتها بالقائد العام للقوات المسلحة, وهو راح يكون المسؤول عن يعني حماية بلاده وحدوده. زين, فتركيا هي يعني دائما استهدافاتها هي أول شيء مستمرة, ودهوك يعني احنا بالأسبوع استهدافين يعني ثلاثة نشوفها. يعني استهدافات تركيا للأراضي, استهدافات مسلحة تركيا إلى الأراضي العراقية. زين, هذا الموضوع أيضا خلي يكون في عاتق السيد السوداني انه يدوي صوته امام السيد اردوغان باتجاه حرمه الاراضي العراقيه او فتح النيران داخل الاراضي العراقيه. بالتالي العراق هو مو معسكر او حائط صيص لدى الدول المجاوره, العراق هو يشكل محور مهم, رقعه جغرافيه مهمه اقتصاديا وامنيا. احنا نريد العراق دائما يكون ينأخذ بمحور التهديد, انه من الاراضي العراقيه تتهدد ايران بسبب التواجد الأمريكي, من الأراضي العراقية تهدد السعودية بسبب التواجد الفصائل المسلحة اللي تابعة أو مرتبطة بإيران, من الأراضي العراقية تهدد تركيا بسبب الحزب العمال الكردستاني, وكذلك الأردن وسوريا. يقول لك العراق صاير ممر لعبور الأسلحة إلى هاي الدولتين. احنا العراق لازم تنفرض سيادته, واحنا الجزئيات والجوانب اللي تحرك بها دولة رئيس الوزراء هي ما لامسناها فقط في محور الأعمار أو الجسور, لا, لكن الرجل يريد يقدم, بس دا نشوف أكو حجب لقراراته, أكو حجب لتحركاته, وأكو حجب لأنه يقدم, وهذا الشيء ممكن من السياسة العراقية أنه دا يمنعونه أنه يقدم. بالتالي هو دولة رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة وهو الممثل الأول بالصفة الرسمية الأولى للبلد, ففرض سيادة البلد لازم ما تكون بلهجة دبلوماسية ولا تكون بلهجة وبكلام الفصحى. احنا الكلام الفصحى نقرأ
في بالجرايد بس ما ممكن نطبقه على 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 حرمة سيادة بلدنا. زين. فلازم تكون اكو لهجة. يعني احنا ما نعلم. احنا اليوم بلد ديمقراطي. يعني استاذ محمد الديمقراطية. صحيح اكو قرار، صحيح اكو قرار، بس القرار ايضا ايضا تشترك به اطراف، تشترك به وحتى هذا هو هذا اللي نتخوف منه. زين يعني هو اليوم من لما يتحدث عن اتفاق ما اعلن الاتفاق. انا قريت في وسائل الاعلام الاتفاق. استاذ محمد اكو نيران تركية على الاراضي العراقية. زين. يعني من بعد هاي النيران اكيد اكو محور من ضمن المحاور اللي راح يتم التفاوض عليها مع رئيس وزراء العراق انه احنا راح ندحر الفصائل المسلحة اللي تهدد امن تركيا الموجودة داخل الاراضي العراقية. واجب رئيس الوزراء انه يقول للفصائل اللي موجودة احنا دنقاتلها، احنا قاتلنا نيابة عن العالم كله. زين. التنظيمات الارهابية وغيرها، فما العراق مستعد انه يواجه. هو احنا كعراقيين يعني ارخص شيء ممكن نقدمه لبلدنا دمنا، فما ممكن انه نسمح انه ينفتح محور مع رئيس دولة يقول انه لازم استهدف داخل الاراضي العراقية. اما زي. الديمقراطية، الديمقراطية احنا صار لنا 21 سنة ديمقراطية. ديمقراطية طائفية، ديمقراطية تفشي السلاح اللادولة، ديمقراطية التهجير، ديمقراطية ما لها علاقة بالديمقراطية. هاي مشاكل، هاي مشاكل قد تحصل في أي دولة. وين الديمقراطية وين تكون؟ عد الشعب لو عد النظام الحاكم أو النظام السياسي. أنا دا أقول لك الدولة اللي هي يعني موجهة باسم رئيس الحكومة أكو ضغط عليها من الكتل السياسية اللي موجودة داخل العراق. زين هسه في قضية تركيا شنو الضغط عليها؟ العمل لمصالح تركيا مثلا؟ قبل لقاء رئيس الوزراء بأردوغان نتمنى انه ما يروح يقعد مع الكتل السياسيه يقول لهم شنو رايكم. يعني من هو رئيس وزراء لو اردوغان؟ رئيس وزرائنا ايه محمد الشياع السوداني ابن الشياع، ايه هل شروق الملح، ايه ابن الداخل، لا يروح يقعد ويا الكتل السياسيه السنيه يطلب اذنهم انه اشرح احكي ويا اردوغان، اشرح اقول هو أردوغان. وزير الخارجيه التركي اول ما وصل للعراق التقى راح مثلا قعد ويا الحلبوسي. احنا الحلبوسي يجوز قاعد بغير بيت قبل لا يوصل وزير الخارجيه. احنا الحلبوسي المحكمه الاتحاديه اقصدته واخرجته، والنظام السياسي جزء منه نبذ اضافه الى الصراع الموجود داخل بيت السياسي السني، لكن المحور العربي يشوفه لحد الان انه هو رئيس برلمانات العرب ورئيس مجلس النواب. هذا الموضوع ما انتم المحكمه الاتحاديه ما تقرر على لا لا على تركيا. لا صحيح. زين مو هذا الكلام سليم. شو تشوف استاذ عادل؟ يعني احنا اليوم احنا عندنا صار مشكله، هاي مشكله الحزب، وجود الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتراك يقولون انه يهدد امننا، هاي من زمن الحكومات السابقه، يعني من زمن دقناوس يقول دقيانوس ولحد هذه اللحظه. زين اليوم اذا صار اتفاق بهذا الشكل هل بمضرر العراق هذا لو لا؟ بدا تحياتي لك دكتور محمد وللاخوين العزيزين والمشاهدين الكرام اينما كانوا، وان شاء الله شهر رمضان مبارك يعود عليكم وعلى العراقيين بالخير والسلامه. قبل أن أجيبك بودي أن يعني أضيف تعليق على ما تفضل به أستاذ أوراس. بس لا على سالفة الحلبوشي. الحلبوشي طبعا هم ركضتوا على الحلبوشي خرج بقرار من المحكمة الاتحادية اللي يجب أن يأخذ لها كل عراقي تحية، وهو يعني رافع الجبين. ما ممكن أن نلتف على قرارات المحكمة الاتحادية. زي. اليوم الحلبوسي يلعب لعبة سياسية خبيثة. خبيثة إن لم أقول قذرة. خبيثة إن لم أقول قذرة. نعم يريد يلتف على مجلس النواب بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي بالفقرة 12 حتى يتاح له تقديم مرشحين جدد، وبذلك هو يضرب قرار المحكمة الاتحادية عرض الحائط. وللأسف الشديد يعني الغصة اللي كانت في قلب الأستاذ الفاضل واضحة أنه بعض الكتل السياسية المحكمة الاتحادية رجعت واستقبلت محمد الحلبوسي وقعد وياهم. الاستقبال شيء والقرار قاطع بات لا رجعة فيه شيء آخر. الآن نتحدث عن مرحلة جديدة تقاد من شخصية مقبولة من كل الأوساط ويكن لها الاحترام والتقدير. هذا التعليق على الحلبوسي. قصة الاتفاق، قصة تركيا يا سيد الفاضل، أنا عندي قراءة أخرى وأرجو أنه إذا
حكومة بعنوان الحكومة السيد محمد الشاع السوداني بعنوان الشخصي يطلع على هاي الحلقة أرجو أن يتمعن بتفاصيل ما سأقول. زين. أولاً الوفد التركي اللي إجا للعراق سبق زيارة العراق أن زار وزير الخارجية التركي زائد رئيس الجهاز المخابرات التركي واشنطن. زين. سبقها جولة في واشنطن لتثبيت أمر ما ومن ثم كان العراق هو الخطوة الثانية. هذا واحد. اثنين احنا ندفع عادة باتجاه الآن الحكومة مو متبنية لقرار إخراج القوات الأجنبية من العراق. زين ايش معنى في هذا الجانب يصح وفي الجانب التركي لا يصح؟ يفترض أنه أن يكون تكون القضية الرئيسية الأولى إخراج القوات التركية من الشمال العراقي وبالتالي نبدأ بالشروع بتفاهمات اللي سماها سيد فاضل أشبه بتفاهمات الإطار الاستراتيجي العراقي. سيد فاضل خليه يهمك هاي أسجله. إيه. سجله ذني. إيه. لا مو هو سيد فاضل أحيانا يعني من تلاقى يرجع إلي باللغة. ايه. هو رجل دقيق في هاي القضية. ايه. فهو قال لم الحكومة لم. فأنا قال لم. فأنا أقول له لا. اللم لغة مرحلية فخليها مدمجة لم ولن اللن مستقبلية. نعم. أنا إذا علم راح أتوجس خيفة. زين. بس إذا ندمجها لم ولن بمعنى أن هناك رؤية مستقبلية آنية ومستقبلية لعدم التواجد التركي داخل. بس هو لن ما يقدر يقولها لأن ما يعرف. أنا أتوجس خيفة مو هذا القرار. من شنو تتوجس؟ أتوجس خيفة من الحراك الحكومي اتجاه تركيا والزيارة المرتقبة لأردوغان وهذه باعتبار أنه وفد تمهيدي للزيارة. أتوجس خيفة أن يغلف وهذا حقيقة أنا أقرأ يعني بالحوارات وبالمؤتمرات الصحفية اللي يصير أنه أنا أقرأ أن يغلف هذا الحراك بعنوان اقتصاد اللي أيضا أشار لسيد فاضل أنه بلغ أو وصل عتبة 20 مليار دولار وبالتالي يجب أن تعاقب تركيا اقتصاديا مو يجب أنه أنا أعقد معها اتفاقات اقتصادية حتى ليش تعاقب أخي المخطط الآن التركي بالحماية الأمريكية أنه يصل التوغل التركي داخل العراق إلى 40 كيلومتر 40 على جبهة طولها ما يقرب من 400 كيلومتر حدود. نعم هذا واحد. اثنين التهديد الكردي إلى سليمانية حصرا. لا قبل السليمانية 40 كيلومتر وين راح يوصل؟ راح يوصل إلى سنجار تقريبا أو جاي من عدل وراء هي القضية سنجار. هو يعني لب الجوهر الموضوع هو سنجار. لب ولكن بسط يعني الموصل بسط النفوذ الأمريكي داخل 40 كيلومتر اللي مشمولة بها أمريكي سنجار. التركي قصدك؟ التركي. ايه. التركي. ايه. ولهذا إذا ما رجعنا إلى الوراء قليلا حكومة المبخوت. ايه. حكومة المبخوت من راحت عقدة اتفاقية سنجار الكل ما راضي عليها بما فيها المتواجدين هنا. زين. بما فيهم وتحدثنا عنها وعن سلبياتها وعن خطورتها. تمام. اليوم تركيا أيقنت هذه هاي نقطة جدا مهمة. أيقنت عدم التوافق السياسي العراقي اللي يمضي ب يعني التعاطي مع تركيا بتعامل واحد انه تركيا عليش انه ان تطلعين من خارج الحدود واذا كان هناك ثمة اتفاقات اقتصادية اجتماعية زراعية مياه ما اعرف ايش هاي الملفات. هسه هاي بين هاي وهاي اكو اليوم اتفاق على يعني مو اتفاق خلينا نقول مشاورات يعني كررنا كلمة اتفاق بس يوم ما واضح الاتفاق ما اعلن عن الاتفاق بس اكو يعني خلينا نقول وجهة نظر يعني يكون منطقة عازلة لحين القضاء على حزب العمال الكردستاني. منطقة عازلة لمن؟ ما هي تركيا هي اللي اتفقت ويا الحكومات السابقة باتفاقات موقعة مكتوبة في قضية حزب العمال الكردستاني. هذا واحد. زين. اثنين التعاطي أيهما أهم؟ تعاطي المركز اللي ما مهيمن وما مسيطر على الإقليم اللي شرطي واحد جندي واحد الآن هذا يسمعني وزير الدفاع خلي يحرك له فوج.
يروح يقدر يطب الكردستان زي. بهذا العنوان للحماية متفقوا على حرس حدود وما قبلوا الاتفاق السياسي أو القضية السياسية اللي تخدم إقليم كردستان على يلعب رئاسة إقليم كردستان حكومة إقليم كردستان تلعب على حبلين سياسيين تقول لك أنا هذا وياي باكر عقبة إذا ساءت العلاقة أحرك هذا الجزء اللي أكو مصالح زين سليمانية أكو تخادم يعني لما تقنعني تمام سليمانية شنو مشكلتها أنا قطعت كلامك كنت تتحدث عن سليمانية شنو مشكلة سليمانية سليمانية معارضة لأن سليمانية معارضة لمن معارضة للتوجه التركي زين. في قضية التوغل واحد وفي قضية أنه أن تبرم مع جانب التركي صفقات لأنها تعتقد وهي مصيبة في اعتقادها أنه الأتراك يردون يوصلون إلى تخوم كركوك زين يعني هو هذا الهدف؟ هذا واحد من الأهداف سيد هذا واحد فاضل من سيد فاضل اللي ثبت ثبت وإحنا تحدثنا سيد فاضل إذا تسمح لي أنا شخصيا تحدثت عبر الشاشات على لقاءات عدة وهذه رسميا مثبتة بالموازنة التركية كحكومة تركية تقدمها للبرلمان حتى يوافق عليها الموازنة الحكومة كركوك والموصل يخلونهن ضمن المحافظات التركية اللي قدامها الرقم صفر زين هذا طبعا قل انت صح قل انت غلط قل انا ما لي شغله سوف لن اصوب استاذ عادل اي احترام له لا بس اولا يعني شويه نظريه المؤامره خلينا نبتعد عنها قليلا البعض من لديه مخاوف من اتفاقيه لوزان ذهبت إدراج الريح ما عاد لها وجود لا في الذاكرة العراقية ولا في التركية بعدين هناك شبه إجماع لا بل شبه اتفاق لأنه لا يمكن لا لتركيا ولا لإيران من أن تمتد مطامعهما في الداخل العراقي سواء كان عن طريق الشمال أو عن طريق مناطق أخرى فيما يتعلق بالجانب التركي الجانب التركي لن يستطيع أن يتوغل أكثر من الذي هو فيه الآن لجملة اعتبارات أولاً العراق لا زال حدود البرية باستثناء الحدود الجوية والحدود البحرية هي محمية عالميا زين رغم كل الذي حدث شوية هاي الحامية هناك اتفاقية اطار استراتيجي سيد شما حمو بغض النظر عن العاطفة الامريكان شما حمو الدخول التركي بالبداية يا اخوي الدخول التركي كان بالتزامن مع ما يسمى بدولة التمكين الداعشية ابان دولة التمكين وهذه يعني قضية متعلقة بالسيادة وليست متعلقة بالأمريكان لذلك المشاكل الموروثة من الحكومات المتعاقبة الآن البعض يعني هناك عملية سنترفيوج احنا نصيحها لها عملية طرد مركزي عملية محاولة تخلص من بعض القيود والروابط لذلك الجانب التركي ملزم بهذه الاتفاقية إذا احنا وجدنا حل للبككة ما عاد لهم وجود زين. التوغل التركي والتواجد وزيلكان وغيره ما عاد له وجود سوف يعني يصبح سالب بانتفاء الموضوع كما نعبر لذلك لن يعود له جدوى وطائلة إذا كان وجود لهم بعد أن يعني اليوم أنا ما يدقيس منافق مجاهدي خلق أو منافقي خلق ما يصطلع عليه التيار الشيعي الراديكالي ما يدقيسه بالبككة لأنه منافقي خلق هم أشد وطأة وأكثر ظلماً وأكثر ضرباً للشعب العراقي في فترة وفي حقبة ما زين لكن البككة ليش ما بقوا والبككة بقت هذا سؤال أنا أجاوب عليه بس لا مو أنا بلحاظ البككة لا يمكن المقايسة لأن ذولي قتلوا الشعب العراقي من مجاهدي خلق كانوا أداة ضاربة للنظام الأسبق النظام البعثي المدان والمبادئ زين بينما الحزب العمال الكردستاني أنقذوا جزء من قاتلوا داعش قاتلوا داعش وأنقذوا وكان لهم دور أيضا طبعًا. في إنقاذ السبايا اليزيديات وحموا سنجار بالمناسبة حموا سنجار وأنقذوا الناس اللي كانوا محاصرين على الجبل وشكرا لهم لكن الآن آن الأوان لهم أن يصبحوا على أراضينا وهم يحترمون قوانيننا ولوائحنا اللوائح تقول كل تواجد أجنبي على الأراضي العراقية أن يكون منزوع السلاح وأن يحكم باللوائح القوانين التي تصدر على عادل مانو على فاضل أبرغيف هي عينها التي تصدر على أفراد منتسبي البككة زين البككة في فترة ما حافظ الأسد تخلى عنهم لأنهم رأى منهم أنهم وحافظ الأسد قوم النزعة كما تعلم الحال هذه
لا وعروب الملة. لا استاذ عادل قال لك المفروض نعاقب تركيا. نعاقب تركيا ترى على مود ايش؟ نعاقب تركيا على مود 4600 خرق يقضون 4 سنوات لم يلتفت احد. تركيا خرقت اجواءنا وسماءنا وضربت محالنا التجاريه وضربت قراسي جرفت قرافي وضربت وضربت قصفت ظلما وعدوانا وقصفت ارتال لضباط مجازين وقصفت سائحين من يعني من الوسط ومن الجنوب وعربا واكرادا عربا واكرادا على حد سواء قصفتهم وضربت محال تجاريه وحادثه العروس والعريس قبل نحو سنتين حادثه لا زالت اثارها ورد يعني عروس في شهر في في, في يعني في شهر عسلها يقتل عريسها عند احد المنتجعات. زين هاي شلون هذه التي نوه وصوب عليها بمشوره استاذ عادل حينما قال يجب ان تعاقب. لذلك العراق شوف العراق هو الرئه الاقتصاديه المنقذه لتركيا وهو الرئه الاقتصاديه المنقذه لايران. ايران عليها حصار اقتصادي صارم. ايران العراق هي تدير للعراق بالفضل كانت وما فتئت وستبقى. وايضا العراق في فترة ما إيران انبرت وقاتلت ومدت بالسلاح لكن بالوقت عينه العراق متفضل على تركيا وإيران أكثر ما متفضل. تمام يعني هسه بالمفاوضات إذا أنت متفضل على واحد وعندك نقاط القوة المفروض أنت تكون أقوى وأنت اللي تحقق مكاسب صحيح؟ إذا إحنا قصة المي لحد الآن ما محلولة. لا قصة المي شوف مشكلتنا يمهم لو يمنه ما لم يتم كشف النقاب عنه. إيه؟ زيارة السيد السوداني إلى تركيا تمخض عنها مضاعفة الإطلاقات المائية وهذا لم يتم كشف النقاب عنه وإعلانه. ليش؟ أحد رؤساء الوزراء السابقين. لا ليش ما تحدث عنه؟ مو أنا بيلا كسبيلا. زين. أحد رؤساء الوزراء السابقين. ايه؟ ذهب زيارة إلى تركيا. ايه؟ في مذكرات حسن الجنابي وزير الموارد المائية يقول ذهبنا إلى تركيا فهمست بإذنه وقلت طلبت منه أن نتناقش بموضوع المياه قال أغلق على هذا الموضوع. تصور رئيس وزراء عراق. زين. يذهب إلى تركيا وزير الموارد المائية يقول له في مذكرات حسن الجنابي تقروها. تمام. هذا العبد الله يا أختي والبنطرون خرط يا من. بعد أنا ما أنا تكلم بس حسن الجنابي بأي حكم يا أخي واحد بنطرون خرط. لا مو إحنا نتكلم في سدة رئاسة الوزراء. شنو الضيب؟ لذلك راح تقول لي ليش ما تم كشف النقاب عنك؟ إيه؟ هذه شوف تركيا ترى أن العراق يهدر المياه المطلقة له منه وطبعا هو محق في جزئية ما لأنه السقي ما عندنا سقي علمي الحكومات المتعاقبة هو حتى المي طب النهار يطلع من ذيك صفحة بس هذا مو ما عندنا بس ما له علاقة بس ما له علاقة أنا أقول لك شو العلاقة هاي نفس الحجة الأمريكية مال الدولار ما جاي نقنن باستخدام المياه أستاذ عادل تمام بس أنا حسني من المي ينطيني إياها جاي تهدر بالأراضي هذا شأن داخلي يا أخي شو أنا حسني من المي ينطيني إياها أنا مو من الدول المتشافئة لو لا أنا منبع اللي حصله ما اللي حصله هي أصلا اتفاقية دولية ومنصوص بها فين يحصل أنت شو لك علاقة تركيا تقنن وتقصر ايه؟ وتركيا بس مو بس تركيا دولة حتى ايران دوله ما احنا شوف احنا مع ايران ايران لها بحث اخر في نسبة في غلق والغاء الموارد والروافد التي والانهر الفرعيه التي اغلقتها يعني تدري انت سيول المياه اللي كانت العوامل المنقضيه تترى على العراق من جهه زرباطيه وبدره وجصان في محافظه واسط ايه؟ الان شبه نضبت صحيح. السيول كانت اليوم الإيرانيون يفتحون أنهر جديدة لاستيعاب هذه السيول سيول تنقذهم وننتفع بها تمام هسا شوف موجود هسا شوف يعني هسا اليوم الحديث عن موضوع تركيا بالأساس ليش لأنه أولا نسبة المياه اللي تجينا من تركيا كبيرة جدا ثانيا نسبة الجفاف اللي موجودة بإيران كبيرة جدا اليوم إحنا الأتراك جونا عندهم ما يأرقهم أمنيا عندهم مشكلة انتظروها سنين يلا اعترف لهم مجلس الأمن براغماتيا ممكن تمام اليوم احنا محتاجين هم محتاجين نعم هذه الورقة تمام أنا أشيلها أطي الامتياز وأنا ما ماخذ من عنده ما ماخذ عنده مي البيان لم يتضمن جلاء البككة ولم يتضمن طرد البككة ولم يتضمن أي إشارة أو بس أنا أسمح لك وهي قضية أسمح لك مو سهلة لا احنا ما البيان لم يرد بالبيان مفردة واحدة تشي بأن هناك حالة إيذان أو غض الطرف
أو الموافقة أو الإذعان أو التسليم أو الموادعة من أن تركيا حللتم أهلاً وقدمتم سهلاً وادخلوا أراضينا فأنتم فيها في سلام، يدخلون أراضينا. ما ممكن هذا، لم تقبل ولن تقبل حسب ما أراد السيد عادل، لم ولن. وإذا صارت شو تقول؟ هسه أنا إذا صارت هم مشتوركم مكون لو بالحوار، لو كنتوا أعلم الغيب هم مشتوركم مكون بالحوار، لزدتم من الخير وما مسني السوء. هسه احنا خاف النوب نستخدم يا ضيفنا لو زرتنا لو وجدتنا انا معازيب انا معازيب بالمنزلي بلا احنا معازيب دوم احنا معازيب للكل اي احنا معازيب احنا قلت لك احنا هو صدق معازيب احنا كل شيء معازيب دائما اللملم باللقامه بس انت خاف بعدين يطلع لك اتفاقيه ويا حزب العمال الكردستاني ويا كاك مسعود ويقول لك انه انت مثل ما عندك فصائل مسلحه انا هذا الفصائل المسلح اللي عندي اهدد به اللي يهددون امني فما من حقك انه انت تنسفه من هاي من لا لا انت ابتعدت لا انا ما ابتعدت لا استاذ محمد قرب الصوره استاذ محمد خزاعي قرب الصوره ايش قال انا عندي فت شيء ثمين وهذا الشيء الثمين اكو شيء ثمين مقابله يا عادل مانع غير كل شيء الثمين اخذ انا اليوم عادل مانع وانطي اللي عندي هو عادل مانع كاتل نفسه على اللي عندي ايش دعوه اني أعطي إلى وما أخذ حاجتي هو شنو اللي يقلق تركيا بالعراق؟ نكون أحرص على حزب العمال حزب العمال زين هسه تركيا جايتني تقول لي يابا أنت ساعدني حتى أقضي على حزب العمال حزب العمال تمام شنو اللي أريده من تركيا أنا بالوقت الحاضر؟ إحنا كعراق إيه زين أنت إذا بس أنا ما طالبين شيء قلنا المي بس أقول المي لك هو تركيا أردوغان راح يقول لك أنا راح أسوي مطاردة داخل الأراضي العراقية راح أدخل سمتيات وطائرات حربية راح أستهدف المقار اللي موجودة لحزب العمال من يقول له وين رايح؟ مو شو قصدك؟ إي هذن كلهن من راح يذكرهن إيه النعم أو لا اللي راح يذكرها محمد الشاع السوداني لها قيمتها لها قيمتها زين لها قيمتها لها قيمتها دوليا لها قيمتها بيها اتفاقات ويا إدارة الدولة وكاك مسعود لو راح يكون منفردا بالقرار لا ما يصير منفردا زين اذا ما صار منفردا وكاك مسعود قال لا ما حزب العمال ما لك شغل بي زين انا اقاط لان البيش مرقه تقدر تقصي هو هذا اللي يقوله احنا هذا مو هذا انا مو قال ابتعدت قليلا فانا اذا اقول لك انه اذا هو عنده روح سولف اذا عنده فصيل مسلح خلينا نقول حزب العمال الكردستاني السلاح مالته تابع الى كاك مسعود زين كاك مسعود راح يتخلى منه بقرار محمد الشاع السوداني والحكومة المركزية طبعا راح تصير حكومة العفو انتخابات إقليمية داخل إقليم كردستان العفو مجلس النواب إقليم كردستان وراح يصوتون على أنه لا هي المعطيات الشيء يشرعوا له قانون حالة حال الحشد الشعبي لا هي المعطيات تقول أنه الحزب كاك مسعود الحزب الديمقراطي الكردستاني أقرب إلى الأتراك من الحكومة المركزية من العمال المشكلة عندك في سليمانية من يقول هم ضد من يقول ضد ما يعني هذا الواضح احنا اذا كل شيء نقران صدقه فكل نفي يعني تاكيد زين بالعمل السياسي يعني هو من ينفي يعني شلون هسه السنه تلزم واحد هو متناكف لو يا شيخ السياسي السنه صرخ بالاربع ارهاب ونسب على داعش هاي موجوده هاي داخل العمليه السياسيه زين موجود بس انت قل لي العمق المسلح ما بين ما بين حزب العمال وما بين حكومه الاقليم زين. ماكو استراتيجيه اكو عامل اخر ايضا ماكو اتفاقيه ماكو تنسيق اكو عامل اخر اكو عامل اخر بالموضوع انه خب الاتراك منو اللي لهم علاقه بيهم قويه داخل العراق من هم خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي زيارة وزير الخارجية انت جيبهم جي مع السنة انت جيب مع السنة لا 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 مو خليك لا لا والله مو لا مو هو الملف سياسي ما بي اشقد ممكن يكونون دول الأشخاص مؤثرين بالقرار على محمد الشاع السوداني وعلى أي قصة راح يشتغلون راح يستثمروها من اللي راح يستثمرها اليوم بيناتهم خلاف هم استاذ محمد فضل خميس الخنجر على محمد الشاع السوداني كفل اموال قطر داخل العراق 7 مليار دولار وفضل واما تركيا ماكو طرف سنة عنده فضل على محمد الشاع السوداني ويا تركيا خميس الخنجر ممكن انه اكو فد مشتركات بينه وبين تركيا في امور اخرى شوف شو تخص غير الملف السياسي والتجاري احنا بدنا نتحدث عن بلد وعن قرار بلد لا هو الخوف قرار بلد ذول الناس يعني مو سهلين يعني هو الخوف مو هاي هو الخوف خاف الجماعه يعني الثنائي يروحون يدلون اردوغان على درابين ما بباله هو اتجاه الحكومه هي هاي المشكله هسه هم كبروا بالعمر كبروا اليوم احنا الفاعل الشيء لا شنو علاقه بالعمر كبروا شو سياسينا كلهم شياب وكلهم ما شاء الله عمي هسه احنا
الفاعل الشيعي هسه خلي يطلع الجيل الجديد إليه. من هسه احنا نرضى بالوراثه، وراثه السياسه بغض النظر عن الاماره والملوكيه. زين اليوم يعني اذا الاخ خميس الخنجر افول نجمه عن الظهور في السياسه، خو خلي صده ابنه سرمد. سرمد ايضا يحمل افكار الشباب، وبالامكان ان يحقق شيء في كتلته على اقل تقدير، في اتباعه، في مريديه. زين لكن احنا هل نتقبل؟ انا اقول لك البعض سيتقبل وسيرحب بها، والبعض الاخر لا. لا لا انا هسه نتقبل. احنا نتقبل انتم مو شباب. شنو 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 النظريات وشنو السياسه اللي يحملها سرمد؟ انا مو هو شنو السياسه اللي استخدمها ابوه؟ انا ضربت مثل. سرمد اذا اجى، انا ما اعرف الرجل، لكن بالامكان ابن عادل مانع اليوم، لانه نهل من يمه من ابوه. لا مو بالضروره. ها لا العلم لا يورث. العلم لا يورث. لا 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 احنا ما عندنا، احنا ما عندنا غير هم ولا هذه تقديراتنا. بينما القران يسوق حادثه واقعه انه ليس من اهلك نبي نوح عليه السلام وابنه قال. لا احنا نقصد على حداثه السن. لا لا السن لدينا شواهد كثيره من حداثه السن هي غير مقيده. احنا ما عندنا لو هو لو ابوه. لا اذا خميس خراف واحنا ما سامعين صوت سرمد ويعرف بالمجتمع جوعان وفتح القاصه ونروح نكدق لقله، فهاي مصيبه. يعني هاي راح يبقى شعب، يعني راح يبقى شعب هسه اني هنري كيسنجر يقول عليك ان تضع عدوا واحد فتناصبه. هسه انت اليوم غير قلنا كود كولونس لا منتمي، نفهم انت يعني ولا هذا مو مسؤوليتي افهم، بس انت لا انت من مؤيدي الاخ ابو ريكان لو الاخ ابو سرمد؟ لا انا من الناسفين للاثنين. لان اثنينهم يعرفون شي يريدون. واثنينهم مو سياسيين، وهو محق فيها. واثنينهم مو سياسيين. انا دا احكي عن مكون. انا هسه يلسف روحه جاي. لا حتى مو سياسي بالمناسبه. حتى مو سياسي متعود. ما معقول. انا مساك كنت اتحدث عن احد الذين اخذ يعني استحقاق منصب، سال سؤال اصاب المفصل من الذراع فيه. اصاب مقتله. قال هو خوش ولد لكن يستحق؟ أقول لك نعم يستحق، لأنه حتى إذا لم يكن يعي همين سنين انخلت وياه. اليوم الشيوخ قبل يخلون أبنائهم وياهم حتى يتعلمون من يمهم. ما معقولة أنت واحد اليوم أعرف زعيم سياسي شيعي ابنه أو أبنائه هم الذين يتحكمون بكتلته وهي كتلة كبيرة، انا اقدر اقول له انت ولدك ما يفهمون؟ والله لا والله ولده يفهمون. فاضل والله احنا خربنا من هاي السالفه. والله فتحت لك موضوع ما ينسى. انا هذا والله فتحت لك موضوع ما ينسى. شوف هذا حكم العوائل والهاي الالقاشيه اللي قاعد تصير بالبلد. قصه طويله. اتصل هسه بالوادم. ها بالوادم خلينا نتصل. عندكم احد تتصلون به؟ مو مادي والله. يلا ايوه انا اريدكم تتصلون به. اي بس يا محور شلون؟ عيني براحتك انت، اختار لك واحد تتصل به. بس احنا بالتقرير بالتقرير كاتب على شرط انه مو تطلع المره وتقول لك جيب صمت وياك. لا لا الصراع السني. انا اتصل بالاخ يعني احمد الكناني. احمد الكناني. احمد الكناني نائب سابق. احمد الكناني لا النائب الحالي احمد سليم الكناني. تمام. تربطني بعلاقه متينه. ممكن تساله سؤال عن الموضوع. علاقه صداقه تمام. وعلاقه سياسه. ويحسب لاحمد الكناني انه النائب الوحيد الذي طالب بفك الحصار ورفع الحيف عن العصب الاقتصادي الوطني العراقي حينما تم استهداف 26 بنك مصرف اهلي. زين عراقي من الخزانه الامريكيه. تمام سيد فاضل اختار عندك 3 دقائق، اختار المحور اللي تريده واتصل به. انا راح اتصل الان واحنا بالجو. السلام عليكم سياده النائب. وعليكم السلام. اهلا سيدنا العزيز. احنا في برنامج قرب في احنا في برنامج الاخ الاعلامي البارز والمعروف جدا الاستاذ محمد الخزاعي، وبرفقتنا استاذنا استاذ عادل مانع والاخ اراس ايضا، وهذا البرنامج ساحة حرة. فهم قالوا احنا من تختار يعني كل واحد يختار واحد. فقلت لهم انا الاقرب الي من حيث العلقة والوشيجة استاذ احمد الكناني ابو فاطمة. يعني تربطني بيه علاقة. صوتك بالله على الهواء يعني. صوتك انت الان على الهواء مباشرة استاذ احمد ابو فاطمة. شكرا جزيلا لك سيدنا على هذا الاختيار. والله انا سيدة سؤال ما تقول في التواجد والضيوف الكرام. الله يحفظك. هسه السؤال الاول قل له رمضان مبارك ان شاء الله ورمضان كريم عليكم. يطول عمرك. طبعا احمد الكناني قد ياخذون البعض انه نائب اقتصادي او استثماري، هو
نائب يعني يميل للجانب الفكرية والأدبية، قارئ نهم بسعد عادل. أحمد الكناني أحمد قارئ ونهم. هسه جاء سؤال من الأستاذ عادل. سؤال من الأستاذ عادل. شنو رأيك بالتوغل التركي بالعراق؟ يقول شنو رأيك بالتوغل التركي في العراق؟ لك دقيقتين قل لي. دقيقتين بس يعني انطباعك، إذا كان هذا السؤال مو محرج أستاذ أحمد، وإذا محرج لا ممكن نغير. لا بالعكس بالعكس، حقيقة هو أنا أعتبره انتهاك للسيادة. أحسنت. وهو أساساً إحنا بال 2016 وقتها سوينا جلسة في داخل البرلمان على متجاوز القوات التركية وتوغلها داخل الحدود الأراضية. نعم. وأعلمت وزارة الخارجية في وقتها السفير، ولكن هذا الأمر بدأ يتماطل الحقيقة وأخذ وقت طويل، فيجب على الحكومة العراقية وعلى البرلمان العراقي أن يكون له موقف باتجاه التوغل التركي في الأراضي العراقية. أحسنت. أو أكو سؤال خارج المتن أنا أسئلة بدون ما أخذ إذن أستاذ أحمد، أستاذ محمد. أستاذ أحمد أبو فاطمة، أنت أول نائب لم يكن متفردت بالتصدي لاستهداف عصب الاقتصاد العراقي الوطني اللي هو استهداف الخزانة الأمريكية للبنوك الأهلية إثر وشايات من أناس لا يبتون إلى الوطنية بشيء، فأنتم وين وصلت جهود إعادة الظلم والحيف؟ أكو أمل بفتح أكو أمل برفع الحظر عن برفع الحظر عن هذه المصارف الوطنية خصوصاً عندنا مصارف. الاجتماع الأخير اللي حصل ويا الخزانة الأمريكية ويا السيد معالي محافظ البنك المركزي وبحضوري وحضور رئيس اللجنة المالية. نعم. كان اجتماع مهم وحكينا وياهم بكل صراحة، يعني حقيقة المجاملة أصبحت لا تطاق. قلنا لهم أنا بالنسبة لي سألتهم قلت لهم هذا أريد أختصر الاجتماع مالنا، هل هذا هو قرار سياسي أم فني حتى نعرف؟ قالوا لا هذا فني ومن هذه الأمور، ولكن أنا أعتقد أنه هذا القرار سياسي وليس فني، هو تضييق الخناق على حكومة الإطار. خلي بكل صراحة قصة مهمة، الاستهداف المصارف بهذه الصورة يعني المباشرة هو استهداف للاقتصاد العراقي. تمام استاذ احمد، اكو قصة الامريكان يقولون اكو مصرف مثلا يشتري محمد الخزاعي. محمد الخزاعي وياك بس اريد اختصر الوقت. هو اللي يقولون اكو الامريكان يقول لك اكو واحد مشتري له ما ادري ايش كم بدلة محول له ما ادري 40 مليون، واحد مشتري له ما اعرف شنو حلويات محول ما ادري ايش قد. هذا صح لو غلط؟ لا بس خلنا أقول لك فشي واحد، منظومة التداول العملة الصعبة هي داخل إطار لا تخرج من عنده، وإن كان قدم حتى لو فواتير مزورة، ولكن هي الأموال دا تذهب من عندهم والاعتمادات انفتح من عندهم من الفيدرال بنك تذهب بالأخير إلى المستفيد الأخير، إذا هذه ما بها غسيل أموال. زين ليش الأمريكان سووا هاي يعني الحظر على هاي البنوك؟ هم يعتبروها مخالفات، ولكن احنا فهمناهم قلنا لهم احنا التاجر التجزئه ما يقدر يدخل عن طريق المصارف، لان تاجر التجزئه ما عنده شركات ويتهرب دائما ممكن من الضرائب او الرسوم او غير، ما عنده وعي فكري من ناحيه اداره شركه بصوره عامه. زين هسه احنا يذهب للصيرفه حتى يحول الاموال. تمام هسه احنا يحولها داخل حلقة يعني بنكية. تمام ليش ما يعني ونحكي على الهواء هسه احنا بدل يعني احنا هسه حصلناك بالتليفون بفضل العزيز ابو رغيف وتشرفنا في اي وقت نشرح هذا الموضوع لانه للرأي العام اذا امكن في اي وقت. انا جدا اشكرك استاذ احمد، شكرا لحضرتك، شرفنا بحضرتك، وشكرا لاستاذ فاضل ايضا. اهلا وسهلا، حياك الله. شكرا حياك، شكرا شكرا. بس اي واحد يتصل بك جاوب عاد انا ووضع على الهواء. اي والله تصير مصيبه سوداء. وراس عندك احد تتصل به؟ نعم لو اختم البرنامج. والله عندي احد. اذا عندك احد بسرعه تتصل به. شوفكم واحد يعني شوفكم واحد يسوي له نكته يسوي له مصيبه. النائب وقتنا كلش ضيق يعني ما بقى عندنا وقت. الدليمي الموضوع قصرا من مجلس النواب. يلا صباح الخير استاذ ليث. نايم حياك الله. على استاذ وراس الله، شلون صحتك؟ قل لنا صوتك على الهواء. علينا وعليكم. الله يحفظك اخوي. الله يعزك. انا في برنامج حديث العراق مع الاستاذ الاعلامي محمد الخزاعي والاستاذ عادل ابو رغيف
يسلم راسك ويعزك. احنا داخلين بموضوع غد عادل غد داخلين بموضوع يعني احنا على الهواء التوغل التركي في الاراضي العراقيه واحنا على الهواء طبعا مباشره هسه. فنريد يسلم راسك هم يسمعونك الاساتذه ونريد يعني تصريح يعني بما يخص قرار ممكن للمكون السني بما انه انت السني المشاكس في مجلس النواب عن بغداد واللي طالبت بحقوق بغداد وبسياده البلد. فنريد تصريح السابق النائب السابق للدنيا. لا لا مو نائب سابق. تحيه لكم. الله يعافيك. تحيه لك للاخوه اللي حاضرين معاك وللمشاهدين جميعا. بصراحه يعني احنا الموقف اللي نسمعه من خلال الاعلام او من خلال ما البرقيات اللي تحصل في الجانب الامني تجرح الخاطر وتألمنا جدا ان يصل العراق الى هذا المستوى بحيث تنتهك سيادته وحرمته. بالتأكيد نرفض أي تدخل سواء تركي أو من جميع الدول. سيادة العراق تكلمنا في أكثر من محفل وبينا واقعنا ووضعنا الحقيقي الرافض لأي تدخل ولأي مساس بسيادة العراق. وما يمكن أنه نحافظ على سيادة العراق إذا ما تتكاتف جميع الجهود والقوى السياسية لدعم الحكومة على أن تأخذ دورها. قضية أنه الجانب الفلاني ينحاز لتركيا والجانب الآخر ينحاز لإيران والآخر ينحاز وكأنما هو منو اللي منحاز تركيا؟ العراق أصبح عبارة عن منطقة حج ليث. كل واحد كل دولة مخلي رعاياها. هو منو المنحاز؟ منو المنحاز تركيا؟ إيران عرفناهم. هذا أستاذ محمد وياك. أستاذ محمد عرفناهم جماعة إيران. من تركيا شنو القصة؟ رمضان كريم عليك. نعم رمضان كريم عليك. محمد الخزاعي وياك. على راسي ابو جاسم اخوي. شلون احوالك؟ اقول لك الجماعه على اساس يدون يسوون اتفاق لمنطقه عازله بين العراق وتركيا حتى الاتراك بعدين يدخلون ويقضون على الحزب الديمقراطي الكردستاني. انتم وين من هذا الموضوع؟ البارحه ايضا وزير الخارجيه راح يم الحلبوسي. اعطيني دقيقتين. حزب العمال كردستان. حزب العمال. دقيقتين. تفاصيل ما عندي على الموضوع. انا انت ملتهي بالطلايب والمحكمه الاتحاديه ورايح جاي. اللي اعرفه اي والله انا كاطار عام اي مهما تكون الاعذار والمبررات ما من الممكن ان نقبل اي يدخل لا جيش تركي ولا امريكي ولا ايراني ولا سعودي ولا اي شيء لارض العراق. احنا عراقيين بينات سواء يم اخواننا الكرد او جنوب العراق او وسط او غرب العراق. احنا عائله واحده تكاون بيناتنا نصير خلاف بيناتنا تراهم ونعالج مشاكلنا زين. اللي ما تمام اكو مثل عندنا يقول ضم اخوك لابن عمك وابن عمك للغريب. والله احنا العراقيين بيناتنا ولد عام وخيوه بيناتنا حتى وان صارت بعض الخلافات منافسة سياسية احيانا انقضم للحقوق. تمام خلت حرش بيك. البارحه كان في دان اول ما اجى راح للحلبوسي. شو تقول؟ منو؟ كان في دان وزير الخارجيه التركي اول ما اجى راح للحلبوسي. يعني اكو علاقات تربط السياسي الفلاني والسياسي الاخر بالدوله سينا والدوله صاد. احنا يفترض ان نستثمر هاي العلاقات. انا على خلاف مع الحلبوسي لكن واحد منا لا بأس أن تستثمر علاقات الحلبوسي وعلاقات الآخرين بهذه الدول. ما نريد يكون الحلبوسي تبع لتركيا. نريد لا نريد عراقي يدافع عن حقوق العراق بعلاقته بتركيا. زين. احنا وكذلك الآخرين. يعني أما أنه نجي نهي العلاقات اللي موجودة اليوم وتصبح سبة نعتقد أنه الكل سيحاسب. شكرا. لأن أغلب السياسيين العراقيين للأسف أيوة بزيارة رسمية. هو بزيارة رسمية. شنو معناته؟ حضر حضر حضرنا روحك هاي الأيام تمر علينا البرنامج. على روتنا. سالم حبيبي سعد ليث الدليمي شكرا لك وممنون جدا لك وللأخ العزيز أراس المشهداني وأيضا شكرا للأستاذ فاضل أبو رغيف وشكرا أيضا للأستاذ عادل المانع. أشكركم مشاهدينا الكرام في أمان الله. We'll be right back.